مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم في القراءة العامة. هذه القراءة راح تصلح للطالع الشمسي وأيضا القمري. بطاقة دودة الأرض، هذه طاقة أرضية، طاقة هادئة مسالمة جدا، ولكن أيضا طاقة فيها الخجل، فيها زعزعة الثقة بالنفس، طاقة أن أنت انصعت لأوامر شخص معين، تنصاع كأنما هذه طاقة مداراة. تحاول تداري بيتك عن يخترب، تحاول تداري علاقة معينة عن تخترب أو تضعف، قاعد بشتى الطرق تحاول أنك تجلب نوع من السلام، مو بس لنفسك وإنما للأشخاص اللي حوالينك. ولكن اللي قاعدة أشوفه هني في القراءة أمامي أن هذا الشيء قاعد أنت تدفع ثمنه، قاعد تدفع ثمنه من تضحياتك الخاصة. في أشخاص قاعدين يرتفعون إلى السطح، يرتفعون في الحياة، قاعدين ينالون أفضل برستيج، أفضل فرص، بسبب لأن قاعدين يطمرونك، يطمرونك بما معناه يدفنونك تحت الأرض. إنزين انتبه، لأن هذا الشيء قاعد يستنزفك أنت برج الحمل، أوكي؟ ولما نشوف طاقة القرش اللي أنت بإذن الله تطلع منها بهذا الشهر، بما معناته في خلال 4 أسابيع شهر واحد راح تتحول تحول جذري برج الحمل، من طاقة جدا مسالمة لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها، إلى طاقة قرش شرس، ملك من ملوك المحيطات، أوكي، المفترس الأول في المحيطات، مفترس جدا قوي. هذا يقول لي إن برج الحمل صرت أخيرا اللي راح تمر فيه راح يساعدك، يشجعك، يعطيك أو حتى يمكن ما يعطيك خيار ثاني إلا أنك تدافع عن نفسك، عن شيء مهم بالنسبة لك، عن اللي أشوفه خلال خصوصا الشهر القادم، خصوصية في حياتك، وشيء مقدس يتعلق بحياتك الخاصة، أوكي؟ لأن هذا لين الأشخاص، قاعدة أقول أشخاص، ممكن يكون موقف، أوكي؟ تعودوا، نتكلم عن طاقة العادة، تعودوا انه يطلعون او يتصرفون على حسابك انت. احنا على قولتهم يقول المثل الانجليزي الاشخاص راح يقضون على قد اللي يستطيعون لطالما احنا نسمح لهم. الناس راح يتمادون على قد ما احنا نسمح لهم، وهذا اللي صاير عندك لحد هذه اللحظة، اوكي؟ اشوف في ايضا نوع من الحديث، بما أن طاقة الدودة في حديث، كلام خلف الأبواب، حديث أيضا نوعا ما سري راح يدور خلال الفترة القادمة. لا تسمح له أن يزعزع ثقتك بنفسك أو يغير موقفك. الطاقة هني تقول لي اثبت على موقفك الأولي، لأن هني مو مسألة أن موقفك صح أو غلط، ما عدنا في منطقة الأبيض والأسود والرمادي، حتى هني مسألة ان اذا هذين الاشخاص شافوا منك ان انت احتمال تتنازل عن مثلا سعر اذا كان بضاعة، تتنازل مرن بزيادة، الدودة عندك مرونة زيادة او بسرعة تنصاع، طاقة الانصياع، بسرعة ترضخ، بسرعة يستطيعون ان يؤثرون على رأيك، بعدين راح تشوف ان انت تخسر الكثير، اوكي؟ لأن هني لما أشوف طاقة القرش قاعدة أحس أيضا ببوصلة، في كذا صوت، كذا شخص يحاول يأثر على رأيك خلال الفترة القادمة أو يحاول يضعف موقفك، يقول لك لا ما صار شيء، لازم تسامح يا برج الحمل، لازم أنت تتنازل يا برج الحمل، لازم أنت اللي تقدم الاعتذار يا برج الحمل، لازم أي إشارة ضعف راح تنحسب ضدك، ما راح تنحسب لمصلحتك وما راح تصب في مصلحتك خلال الفترة القادمة. هذا اللي تأكد منه. البيبر وهو الفندس ما هو إلا صديق وفي، صديق وفي أحس يمكن شخص مقرب منك، شخص عزيز عليك، هو كان من الأسباب الرئيسية أو راح تكون من الأسباب الرئيسية. لما شوف شكل البيبر حتى أو الفندس، هيئته مثل الصخرة، مدور وسميك مثل الصخرة، فأنت راح لا تخاف، واللي راح يدعمك خلال هذا الشهر، الطاقة اللي تدعمك هو هذا الشخص اللي تستند عليه، راح يكون صخرتك، الصخرة جدا قوية تستند عليها،
عمودك الفقري، راح يعطيك الدعم. الولاء أيضا ولاء جدا كبير، راح تستطيع، الطاقة تقول لك تستطيع أن تثق في ولاء 100%، لا تشكك في نوايا تجاه هذا الشخص. يمكن هذا الشخص يساعدك، يشجعك على أن تتمرد، أو يشجعك أن أنت تمسك بموقفك، إن كان موقفك مثلا أن أنت تصر على منزل كذا كذا، أو تصر على أن عقد الزواج يكون كذا كذا. إصرار هني في مسألة إصرار، راح تستطيع أن تأخذ ما تصر عليه، تأكد من هذا الشيء. إنزين، ولكن أيضا في طاقة القندس فيها تحديات، التحديات التهديدات اللي راح تأتيك من الفترة في الفترة القادمة هي طاقة الخوف. لما نشوف دودة الأرض، الخوف يخوفونك، مو تهديدات كثر ما إن هي من هذين الأشخاص أو هذه الطاقة يحسسونك مثلا يا برج الحمل إذا ما نصعت لأوامرنا راح نلاقي موظف ثاني يحل مكانك. راح يكون في نوع من الخوف، يخلونك أنت في خوف. لما نشوف طاقة القرش معناته تتحول من طاقة دودة خائفة منكمشة على نفسها، لأن هني في شخص يدعمك، يقدم لك كل الدعم اللي هو مشروط، كل الحب اللي هو مشروط. أوكي، مو شرط تكون الشخص، ممكن تكون أنت نفسك قاعد تتحول، أنت تؤمن بنفسك، تسوي الشيء عشان نفسك. أنا أشوف هذا طاقة المنزل، الحياة الخاصة في هني متطفلين، ابتدوا يعتقدون أن لهم الحق في أن يتطفلون، حتى ما أبجحهم. إنزين، إلى قرش واضح ويهاجم، ولكن هجومه ما يكون عشوائي، هجومه يكون لغاية معينة. أوكي، دفاع، مدافع، تدافع عن ما تؤمن فيه، عن ما تريد أن تتمسك فيه خلال هذا الشهر، جدا ضروري. نشوف طاقة أول أسبوع برج الحمل. أول أسبوع عندك ثلاثة الأكواب، هذا كرت تشوفون بعض المواقف لما أشخاص كثيرين يدخلون ويخرجون من مثلا المنزل، المنزل اللي المفروض يكون خصوصية فيه للأسرة وللأهل يصبح كأنما ما له خصوصية، ما له قدسية، ما له احترام، لأن الكل قاعد يخرج ويأتي بدون موعد. هذا أيضا كرت أن احنا نشارك، لأن أوقات لازم نتحمل مسؤولية، لأن احنا عودنا الناس أن يطؤون علينا، أو عودناهم أن احنا دائما اللي نتنازل، فيصير خلاص يصير هذا المتعارف عليه برج الحمل، يصير هذا هو العرف، الستاندرد، المعيار في حياتنا وفي حياتهم أيضا. يطالبونك أن أنت تظل، فوقت اللي تتمرد، وقت اللي ترفض، يصير فيك أنه استغراب برج الحمل. أول أسبوع هني هذا هو أسبوع اللي تدرك فيه أنت أولوياتك والأشياء المهمة بالنسبة لك، لأن عندك كارت ثلاثة الأكواب، وهو كارت إفشاء الأسرار، كارت عدم الحصول على أي نوع من الخصوصية في الحياة. يوضح كارت الإمبراطورة هني، يصاحب كارت الإمبراطورة، فرسالة لك هني جدا واضحة. هذا شيء يخص الأمومة، الزواج، المكانة، حتى المكانة الاجتماعية. احتمال مو أنت أقل منهم برج الحمل، ولكن مكانتك الاجتماعية مو اللي قاعد يحددها هني قيمتك أنت. قيمتك أنت لازم توجدها بنفسك برج الحمل، لا تسمح لأشخاص هم يقولون لك مكانك الصحيح هنا وقيمتك هو هكذا. عرفت قصدي؟ لأن هني كأنما تمر بمرحلة تسحب فيها نفسك، ترد تغلق الباب على حياتك الخاصة. ولو انك كنت تشاطر الكثير من اسرارك مع هذين الاشخاص اللي ممكن يكونون حتى مقربين، كنت تثق فيهم، هني هذه مرحلة في اول اسبوع سحب قواتك، سحب ثقتك، سحب اغلاق الابواب. اوكي، لافتة عذرا، الباب مغلق. عرفت؟ هذا هو اول اسبوع. ما سيواجهك في ثاني أسبوع هو الخماسيين، المزيد من الأعذار من هذين الأشخاص. لما أؤشر، لما أقول هؤلاء الأشخاص، فهني قاعدة يتخيل لي طاقة الناس اللي يقولوا لك برج الحمل لازم أنت اللي تتنازل. أوكي، وحتى لما يصير في نوع من التواصل، أنا قاعدة أشوف بوصلة
حتى لما يصير في نوع من التواصل فهو مو من أجل أن يأخذون بخاطرك أو يصلون حتى معك إلى تسوية، لا، هو من أجل أن يقنعونك أن تعال أنت يا برج الحمل تنازل، تعال أنت يا برج الحمل أعطنا ما تعودنا عليه. طاقة الخماسيين المزيد من الأعذار، يتلقفون الأعذار. أوكي، هذا ما سيحدث في الأسبوع الثاني على الأغلب، راح تلاقي أن هناك أعذار. تسعة الأكواب، لأن هنا عندنا شخص جدا مدلل وأناني، ممكن يكون هيئة مؤسسة، أوكي، أسرة معينة، حتى عندنا مجموعة هني تعودوا أن يحصلون على، تعرف اللي يقول لك دللنا لحد ما ركب على ظهرنا، في مثل بهذا المعنى، أن ندلل الشخص لحد ما نفسده نوعا ما. هذا اللي راح تكتشفه في الأسبوع الثاني. تعودوا على أنهم أساسا ما يكونون غلطانين، أبدا مو غلطانين، إنزين، لأن إحنا دللناهم بشكل كبير. الحب يمكن حبك لمكان عملك، حبك لزوجك لشريكك، حبك لشخص معين يخليك ان انت معاييرك تصير غلط، اللي قاعدة اشوفه غلط، ولكن برج الحمل صار لفترة يعدي غلط معين في حياته، هو عارف انه غلط ولكن يعديه بدافع الحب. الاسبوع الاول اعادة ترتيب الاوليات، سحب القواد. الاسبوع الثاني انتهاء مرحلة الاعذار، اوكي، حتى ما في مجال للأعذار خلال الأسبوع الثاني، هذا اللي لازم أن تجهد نفسك له. برج الحمل خلال الأسبوع الثالث عندنا طاقة السيفين، هذه طاقة برج الجوزاء، هذه طاقة الاختيار ومعاها السيف الأول. لما أشوف هنا عندك خماسيين وأيضا سيفين برج الحمل، وهني نبتدي الشهر بثلاثة أكواب، بتأكد من شغلة واحدة، طاقة أن أنت شوف، لما أشوف هني تخبر الناس، لما تخبر الناس إن أنت مو زعلان، وأنت فعلا زعلان، لما أنت تقول لهم لا أنا مو شايل بخاطري، وأنت شايل بخاطرك، عدم الوضوح، أنا مو زعلان ولكن العلاقة صعب ترجع مثل الأول، أوكي. خلال الأسبوع الثالث برج الحمل لازم تكون واضح أكثر بخصوص ما سيتطلبه الأمر من أجل أن يحقق لك الرضاء التام. المعيار الجديد لازم توضحه بقوة، لأنك لازلت في مرحلة والله أنا مو زعلان، والله شخص ثاني هو الزعلان. يمكن تقول شخصية القندس هني اللي عندك في حياتك هو اللي زعلان، هو اللي تضايق، معناته ما خرجنا من مرحلة دودة الأرض، مرحلة أن تخاف أن تقول أنا اللي أرفض هذا النوع من المعاملة، أنا اللي أرفض هذا النوع من عدم المساواة مثلا في مكان العمل، أو عدم المساواة بين الأخوان، عدم المساواة بين زوجات الابن، في عدم مساواة صار لك فترة ساكت عنها، ولكن ما راح يتعدل الوضع بس لأن انسحبت او سويت نوع من التمرد لفترة مؤقتة، لا، العمل الجاد لازال للأمانة برج الحمل امامك في الفترة القادمة، و رسمك للحدود الواضحة، مطالبك لازم تكون واضحة مكتوبة على قائمة فيها 1 2 3 4، في كل اتصال هاتفي، في كل ايميل ترد بنفس الرد، ان مطالبي هي 1 2 3 4، خصوصا ان انت ما تقلل مطالبك في الفترة القادمة، ما تقلل معاييرك، لان الموضوع هني اللي قاعد يقوله للتارو هو ليس موضوع قابل للتفاوض او النقاش او التسوية، وصلنا الى مرحلة خصوصية، قداسة حياتك الخاصة، والى مرحلة احترامهم لك، احترامهم لكيانك، كرامتك برج الحمل. اعيد واكرر المثل، الاشخاص احنا نعودهم على المعاملة اللي يعاملوننا فيها، التعويد، اوكي،
ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه. هذا المثال. رابع أسبوع برج الحمل عندك الهيرمت، أوكي؟ لما تشوف، لما تصير واضح راح تنكشف لك الأمور زيادة. عشان كذي طلع عندك القرش، تحولت من حيوان ضعيف ما عندك حيلة، ما عندك حتى وسيلة تدافع فيها عن نفسك إلا الانسحاب تحت الأرض، إلى قرش. مو فقط أنت في مرحلة دفاع، وإنما دفاع وهجوم وبقوة. راح تجبر الطرف الثاني على الانسحاب. أوكي، أربعة الأغصان. وخلال الأسبوع الرابع تبتدي الحمد لله أمورك تترتب في حياتك الصغيرة. لما أقول حياتك الصغيرة، إن راح تتم مصالحة أو تسوية. لا يصير هدفك فقط أن يصير تتم الصفقة أو يتم الزواج أو يتم التسوية على حساب كرامتك، على حساب احترامك، على حساب أن يأخذونك بسعر زهيد مثلا. السعر مو دائما الأموال، السعر ساعات المعاملة. أوكي، لا يصير الموضوع كذي. لا يصير كأنما هني قاعد أسمع برج الحمل يقول لي بس أنا ما أبي الموضوع يتعطل أو يطول أو أن ما يتم. لا يصير هذا أكبر مخاوفك، أن يتم وأن يكون على حساب كرامتك. ما منه فايدة برج الحمل، تأكد من هذا الشيء. لأن عندك أشخاص زين اللي قلت لك هني طاقتهم احتمال كبير خلال الأسبوع الرابع ينسحبون. ينسحبون لأن يعرفون أن لا يستطيعون أن يفوزوا معك. ولكن هل معناته أن أنت راح تخسر؟ لا، راح توجد لنفسك حياة خاصة فيك وإن كانت صغيرة. مثلا لو كنت هني مع هذين الأشخاص عايش حياة على مستوى أكبر، لأن عندك أصدقاء أو تنتمي إلى مكان عمل أكبر، عندك بيت عائلة أكبر، عايش في فيلا وبعدين تنتقل إلى العيش في منزل أصغر أو شقة صغيرة. ولكن ليس هو هذا المغزى. المغزى أن على الأقل سواء عشت في مكان صغير أو كبير، انتقلت حتى إلى وظيفة أقل، انتقلت إلى علاقة ثانية أقل. زين، العلاقة القديمة مثلا كانت على وشك أن تتم بالزواج، العلاقة الجديدة لحد الآن تونا في بسم الله، ما في بوادر للارتباط الرسمي. ولكن على الأقل أن تملك التحكم، مو بس التحكم هني، أن تملك أن يكون لك رأي كبير، رأي موزون في هذه الحياة الجديدة وإن كانت على مستوى أصغر. أوكي، يعني بعطيكم حين مثال للطاقة اللي أمامي. أول كانوا هذين الأشخاص أو المؤسسة اللي أنت سنين صابر عليهم، يستطيعون أن يخلون حياتك أو مستواك المعيشي لدرجة أن أنت تركب مثلا تلبس الذهب أو تركب طيارة في درجة رجال الأعمال. ولكن الحين هذين في بينهم وبينك نزاع، نزاع ما راح تتم تسويته في الفترة القادمة. ما في بوادر لحد الآن. أنت متمسك، أنت المفروض تتمسك بكرامتك ورأيك وأحقيتك في حياتك الخاصة، وهم نفس الشيء متمسكين بأن هذا من حقنا يا برج الحمل، إحنا نتحكم فيك. اللي تستطيع أنك تسوي أن تسلم على جزء من بدنك، أو تسلم على جزء من حصتك. تسلم مثلا فقط على الزوج والأولاد، ولكن تخسر مثلا أهل الزوج. تسلم على بعض الأصدقاء ولكن تخسر العدد الأكبر. زين، تحصل على، تنتقل إلى وظيفة أقل مقابلها لأن ما بتتم هني التسوية، تتنازل أو تبتعد عن العمل في هذا المكان، العمل الكبير. وإن كانت زاوية أصغر، ولكن على الأقل هي زاوية خاصة فيك، أنت الآمر الناهي فيها. وراح أشوفك هني إن شاء الله في نهاية شهر. تعيش في سعادة على كذي، هذه طاقة العش الصغير. تعيش في سعادة مرتاح في الفترة القادمة برج الحمل. أوكي؟